محمد السعيد المسؤول الإعلامي في مشفى بريغا للتوليد وأمراض النساء. بفضل الله تعالى تم اليوم افتتاح مشفى بريغا للتوليد وأمراض النساء الذي يتألف من عدة أقسام طبية، منها قسم المخاض وقسم الحواضن، والذي يعتبر من أهم الأقسام التي تفتقدها المنطقة الجنوبية بشكل عام، بالإضافة إلى قسم العمليات وقسم الاستشفاء. تقدم المشفى خدمة لما يزيد عن 150 ألف نسمة بشكل غير مباشر للمتواجدين في القنيطرة بشكل خاص وريف درعا الغربي، بالإضافة إلى ريف دمشق الشمالي. وبذلك نكون اليوم قد استقلينا بشكل كبير عن النظام، خاصة فيما يخص الملف الطبي، لأن خلال الفترة الماضية كان النظام يبتزنا في احتياجاتنا الطبية والملف الطبي بخصوص المرضى، لكن اليوم بفضل الله تعالى عندما تم افتتاح عدد كبير من المشافي، سابقا مشفى المعبر أو مشفى المدينة ومستوصف بريغا، بالإضافة إلى المشافي الموجودة في المنطقة الجنوبية، اليوم وصلنا إلى مشفى متخصص وهو مشفى بريغا للتوليد وأمراض النساء، الذي يشكل خدمة كبيرة لمجتمعنا بشكل عام إن شاء الله تعالى.